الفرق بين النور والظلمات، النور هو الله، الله نور السماوات والأرض وكلامه نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ونبيه محمد نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكيف أنت عم تعيش في الظلام والنور كله معك؟ نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا الله ما أعطاك هذا النور ما حدا بيعطيك هذا النور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، ما له نور. فالنور دائما في القرآن اجت بالمفرد، لأنه طريق الحق واحد ما بيتعدد، بينما الظلمات اجت بالجمع، لأنه طريق الباطل متعدد لا يعد ولا يحصى. فإذا أنت آمنت بالقرآن وآمنت بالنبي محمد فالله رح يطالعك من الظلمات إلى النور. قال الله جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فيا رب أنا وكل الموجودين كل واحد يقول آمين أنه الله يطالعنا من الظلمات إلى النور يا رب. سلام عليكم.